صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 48 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات. جاء فيه المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المهندسة مريم أحمد جمعان رئيساً، العميد الركن المهندس محمد عبد اللطيف المحمود، السيد خالد إبراهيم حميدان، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، السيدة آمال أحمد العباسي، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات.